حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا، ارحب فيكم ومسا عليكم بالخير في حلقه جديده من برنامج مساء الخير يا كويت. وامسي في البدايه على زميلتي مشاعل. مشاعل مساء الخير. مساء الورد عبد الله، واحلى مساء لكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا دائما متجددين من خلال برنامج مساء الخير يا كويت. اكيد اليوم ان شاء الله حلقتنا عباره عن باقه من المواضيع والتقارير اللي جمعناها لكم، فتابعونا. الطموح لا يتوقف عند حد معين، والإصرار والمثابرة هو شعار ضيفنا اليوم مع الطالب سعد الطامي وقصة نجاح. كما تشاهدون في هذا المساء سارة بوزبر ومبادرة تقدرين في موسمها الثالث، والحديث عن مقومات النجاح والتفوق الوظيفي. تطبيق سهل وآخر مستجدات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئات والجهات الحكومية يقدمها لنا الزميل يوسف كاظم. الأمل بالله والطموح هي صفة من صفات الناجحين. كان بالأمس يتمنى القبول في الجامعة، اليوم وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى هو من يلقي كلمة الخريجين في واحدة من أعرق جامعات العالم. خلونا نشوف معكم هذا التقرير. Thank you and good afternoon, Dean Ayres, Chairman Meeks of the House Foreign Affairs Committee, friends and family, students, staff and faculty affiliate. Before I came to the US, I attended a public school back in Kuwait. So upon my arrival here, the first thing I needed to learn was the difference in language. For instance, in Kuwait, we say open the light, but here you say turn on the light. And for quite some time, I couldn't figure out what I was supposed to be turning. But as Tunisian poet Abu Qasim al-Shabi once wrote, وَمَنْ يَتَهَيَّبُ صُعُودَ الْجِبَالِ يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الْحُفَرِ. Whoever fears climbing mountains will live forever among the pits. I came to GW to climb this mountain, and I found out that I wasn't alone. Indeed, we all have been trying to climb our own mountains in a world that's facing so many challenges, with societies that are more complicated today than ever before. بعد ما شفنا تقريرنا يسعدنا بأن نلتقي مع أحد فخر شباب الكويتي، واحد أبناء هذا البلد المعطاء. اليوم معنا ونرحب فيه الخريج سعد فلاح الطامي معنا بالاستوديو، والحديث عن رحلة الطموح والنجاح. مساك الله بالخير يا سعد، وحياك الله في مساء الخير يا كويت. مساك الله بالنور أخوي عبد الله، وشاكر لك وشاكر لكل طاقم برنامج مساء الخير الكويت على هذه الاستضافة، وشكرا جزيلا. احنا سعداء بوجودك معنا، ويمكن قبل لا نطلع على الهواء قلت لي معلومة بأن أول لقاء كان بيننا قبل 12 سنة. أكثر من 12 سنة. أعتقد أكثر، أعتقد 2010 2011 كان في برنامج صباح الوطن. حلو. في أحد القنوات الأخرى، ما أدري إذا نقول اسمها ولا لا. بس انا كنت صغير. ايه وانا أنا كنت صغير. ايه انت كنت صغير بعد. في البدايه يعني نبي نتكلم عن هذا الانجاز، وكونك طالب كويتي تلقي كلمه تخرج من احد اعرق الجامعات في العالم وهي جامعه جورج واشنطن. طبعا الحمد لله، يعني هذا انجاز حق حياتي، فخر او او او, أو انجاز شرف في مسيرتي. وهذا طبعا في بفضل الله سبحانه وتعالى، ان اعطاني الشرف اني امثل الطلبه وامثل الدفعه
كنت نفس ما ذكرت في تغريدتي سابقا كنت اتمنى بس اني انقبل في هذه الجامعه، وابدا ما كنت اتخيل وابدا ما كنت اتصور اني راح اقدم كلمه الخريجين وامثل كلمه، لان اللي يقدم كلمه الخريجين هو يمثل الطلبه في 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 كلمته، فاني امثل طلبه ايضا جورج واشنطن هذا كان فضل كبير من الله علي وشرف عمري او شرف حياتي في مسيرتي الدراسيه والاكاديميه بان اقدم كلمه الخريجين. وانا هذا الكلام قلته حتى حق عميده الكليه، قلت لها هذا شرف مسيرتي المهنيه بان يكون يتم اختياري عشان اقدم كلمه الخريجين. جميل، وايضا يمكن في الكلمه الترحيبيه لصعودك منصه القاء الكلمه ذكروا بان بدايتك كانت كمذيع في تلفزيون الاطفال، ودي اعرف مدى اهميه هذه التجربه عليك شخصيا. طبعا التجربه كانت جدا مهمه، تعلمت الثقه بالنفس، تعلمت التعامل مع الكاميرا، تعلمت التعامل مع الجمهور، التعامل مع الكاميرا والتعامل مع الجمهور، طريقه ترتيب الكلام، الاسترسال، كل هذه الامور اثرت ايضا على حياتي الشخصيه بالتعامل مع او بالتعامل مع المدرسين، بالتعامل مع البيئه الاكاديميه برا، فكان لها فضل كبير علي. وبالمناسبه بذكر شغله حلوه انا دائما اذكرها واعطيها مثل، في سن مبكر في اخر المرحله الابتدائيه في اول مرحله متوسطه كان اول مره ازور تلفزيون الكويت وزرت استديو 800 في هذاك الاتجاه. وكطفل صغير يدخل الاستوديو ويشوف الكاميرات ويشوف الكرين اللي هو الكاميرا الكبيره اللي حق اخواني اللي تشوف الاوتو كيو، تشوف الاضاءه، كان عنصر بهار قوي. فقلت في نفسي ابي اصير مذيع واحب اتكلم وابي اتكلم وبصير مذيع، وانعجبت وانبهرت في هذه البيئه الجميله. بعد ذلك دخلت على سن المراهقه وانا احب اتكلم واحب خلينا نقول انتقد، ومو شيء عاجبني، سن طبيعي حق سن المراهقه. رحت صرت ابي اصير سياسي، دخلت مجلس الامه، لقيت كلمه في مجلس الامه، انبهرت ايضا في الاضاءه في السقف العالي. ب 2019 زرت جامعه جورج واشنطن ودخلت الجامعه وانبهرت في علو اللوبي والمبنى والتاريخ فاللي ابي اقوله بعض المرات انك تروح حق مكان معين وتشوف شيء معين وتعيش تجربه معينه تفتح لك باب وتعطيك عنصر بهار قوي. فانا اشكر اليوم والدي ووالدتي في سن مبكر دخلوني بيئه معينه اعطوني عنصر بهار. العنصر هذا او الجو هذا اللي حطيت فيه خلاني اشوف نفسي بصوره اخرى او بطريقه اخرى. فاليوم كثير من الكويتيين يروحون لندن او يروحون بريطانيا بالصيف. حاول تاخذ ولدك تودي اوكسفورد، جامع عمرها 1000 سنه، كامبس او حرم جامع عمره 1000 سنه. حاول تمشي عيالكم الصغار في المتوسط والثانوي وتودونهم اوكسفورد ولا كامبريدج ولا كينجز كوليدج، لان هذا راح يحمسهم. عنصر البهار لما يمشي في 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 اروقه اوكسفورد قد يعطيه. فانا هذا اللي عنصر البهار، اذا ولدك يحب الطيران توديه حق معرض الطيران يشوف الطيارات يدخل الكابينه. فهذا ايضا من في مسيره تلفزيون الاطفال او 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 في مجلس الامه او في زيارتي لاول مره شهر 7/2019 حق جامعه جورج واشنطن. العنصر هذا تعيش الجو هذا يحمسك يعطيك شيء حق شيء اكبر. الزياره ساعتها كانت زياره عاديه كذي؟ زياره عاديه، رسلت ايميل حق نائب مدير القبولات قلت له انا مهتم اني اقدم عندكم، فقال تعال نشرب فنجان قهوه. قعدت وعلمني على البروسس وانا طالع الف وراي على المبنى واقول يا رب يعني جورج واشنطن، والحمد لله يعني تحقق الحلم. نعم، ويمكن في بدايه الكلمه والكلمه اللي القيتها وقاعدين نشوفه كنا قاعدين نسولف انا معاك واحنا قاعدين نشوفها، استشهد في بيت للشاعر التونسي ابو القاسم الشابي، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر، وقلتها باللغه العربيه وقلتها باللغه الانجليزيه. بيت جميل ومحفز، شنو سبب استشهادك في هذا البيت؟ اسباب كثيره. اول شيء ابو قاسم الشابي شاعر تونس الشاب اللي توفى بعمر 25 سنه. نعم. أول شيء هو شاب في هذا العمر يكتب نفس هذه الأشعار الجميلة، هو بيت شعر محفز جميل. الرسالة الثانية اللي حاب أني أتكلم عنها من خلال هذا البيت هو بعض المرات الخوف يمنعنا أن نتخذ قرارات جدا مهمة بحياتنا المصيرية. بعض المرات قوة اتخاذ القرار في لحظات معينة قد ينقذ حياة. بعض المرات قوة اتخاذ كلمة أو قرار في بعض اللحظات قد تغير حياتك بالكامل. أنا أعتقد كثير ناس تركوا مسارات مهنية وأكاديمية جدا ممتازة بس بسبب خوفهم. فأنت بس تتهيب شغلة وتترك وتخاف قد يعني قد تخسرك الكثير. أنا أعتقد حتى أنت اليوم أخوي عبد الله مذيع ناجح وإعلامي مميز، أعتقد في بداية مسيرتك كان في خوف
واعتقد في ناس خوفوك، في ناس قالوا وين رايح لا تروح المجال هذا، بس مثابرتك بعطائك كملت، وان نشوفك اليوم واحد من اجمل الوجوه الشابه في كل المجالات. لو كل الجامعات المتميزه في العالم والتوب سكولز، لو الناس خافت تقدم عليها وخافت تروح لها وخافت تدرس فيها لما صار فيها طلبه، صحيح. فاليوم كثير ناس يعني قالوا لي وقالوا حق كثير من الطلبه اللي كانوا في جورج واشنطن وين رايحين، بصدقكم تقدمون على جورج واشنطن راح ترفضون. فكنا نقول لهم مو بس اكتشفت كثير من الطلبه يعني قالوا لهم ان يكفينا شرف محاوله التقديم. نعم. لما قبلوا قالوا راح تفشلون، قالوا راح نكمل وراح نوصل. فاليوم الخوف قد يمنعك انك تسوي كثير اشياء حلوه بحياتك. الخوف وفي بعض العوائق يمكن منها اللغه، صح، ويمكن ما كانت عائق بالنسبه لك سعد، وذكرت انت في ايضا في الكلمه بان ترانا خريج مدرسه حكوميه. واول ما رحت الولايات المتحده الامريكيه كانت لغتي جدا ركيكه. سالني ضابط الاميجريشن اثناء الدخول انت وين رايح، قلت له الكويت، قال لي انت رايح الكويت، انت داش امريكا، فما عشان اقول لك لي وين كنت يعني وين صرت. والحمد لله طبعا فضل من الله سبحانه وتعالى، بس ايضا شهاده حق حق الناس اللي ما يعرفوا الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه والمدرسين والطلبه والستاف كله يساعدون الشخص بانه يتعلم كثر ما يقدرون، عمرهم ترى ما يوقفونك على او ياذونك على القواعد او على الجرامر. يهتمون بالاسهامات والحجه والمنطق والفكره اكثر من ترتيب الجمل. في الولايات المتحده الامريكيه تشوف مدير تنفيذي حق احدى كبار الشركات، مو شركه، كثير شركات، يكون جاي من دوله نفس الهند وعنده الاكسنت الامريكي الهندي المعروف، وهي قادر يقنع مستثمرين بالمليارات انهم يستثمرون عنده لان عنده الحجه القويه والمنطق القوي والفكره القويه. عندك هنري كيسنجر وهو في الثلاثينات احد اكبر واهم العقول الدبلوماسيه في العالم، في الثلاثينات وهو لاجئ بالمناسبه، كثير ناس ما يدرون ان هنري كيسنجر لاجئ، صار وزير خارجيه في الولايات المتحده الامريكيه في السبعينات. نعم. عندك اليوم يستحضرنا ايضا احد اهم اعضاء الكونغرس فيكتوريا سبارتس. فيكتوريا سبارتس جت عمرها بالاربعينات، جت على الولايات المتحده في العمر 22، خريجه جامعه كييف، هي اوكرانيه الاصل، اليوم عضوه في مجلس النواب الامريكي. من فانت اليوم ايضا المجتمع الامريكي مجتمع ترى ما يهتم اذا نطقت كلمه غلط او اذا عندك الاكسنت على قولتهم، هذا خل على جنب. وبما انك ذكرت اكثر من جهه سعد، وقبل ان نختم معك، تكريمك اليوم ايضا من العديد من الجهات مثل وزاره الخارجيه، كذلك الجمعيه الكويتيه للدراسات والسفير التونسي، شنو تاثير هذا التكريم وكلمات الثناء اللي كل يوم نقراها ونشوفها لسعد الطاهر؟ اول شيء اوجه شكر للشعب الكويتي كافه، مو بس الشعب الكويتي، حتى الشعوب العربيه. كميه التغريدات والتعليقات في تويتر، في الانستغرام، في فيسبوك، وما ادراك ما فيسبوك، ما فيسبوك، فيسبوك عالم ثاني بس للشعوب العربيه، صحيح. كميه الثناء والشكر والتقدير هذا امر كبير. هذا قبل لا اوصل حتى الكويت، وصلت الكويت ولقيت الاعلام في مقدمه المستقبلين، لقيت شخصيات كويتيه في المطار، لقيت الجمعيات النفع العام، لقيت المعالي وزير الخارجيه البرقيه من 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 من, من سمو رئيس مجلس الوزراء. فالبرقيات هذه ورسائل الشكر هذه كلها، هذه حافز، وانا جدا اشكرهم من اعماق قلبي، غمرتوني بكل ال- 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 التشجيع والكلمات الطيبه. يعني تستاهل مشكورين واشكرهم ايضا مره ثانيه، تستاهل اكثر من كذي، واحنا سعداء بوجودك معنا وفخورين كونك شاب كويتي تلغي كلمه الخريجين في جامعه من اعرق جامعات العالم. شكرا لك سعد على وجودك معنا في مساء الخير يا كويت. مشكور عبد الله، وشاكر لكم، شاكر حق التيم كله، ونلتقي ان شاء الله بايام قادمه ان شاء الله باذن الله. ربي يوفقك ان شاء الله ومنها للاعلى دائما. في ختام حوارنا اليوم مع فخر الكويت سعد فلاح طامي، واللي نقول له كل الشكر على وجوده معنا اليوم في مساء الخير، واكيد لنا لقاءات اخرى تتجدد مع شباب الكويت المنجز. مستمرين معاكم ولكن من بعد الفاصل. تعرب زبر ومبادرة تقدرين في موسمها الثالث، والحديث عن مقومات النجاح والتفوق الوظيفي. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. مبادرة تقدرين هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى التعرف على مقومات النجاح والتفوق الوظيفي. يسعدنا اليوم أن نلتقي بالأستاذة سارة بوزبر أحد المشاركين بالمبادرة. مساء الخير أستاذة، سعيدة جدا بتواجدك معنا في برنامج مساء الخير الكويت. مساء النور، وطبعا أمسي عليكم وعلى سادة المشاهدين. وطبعا أول شيء حابة أن أنا أشكركم على الاستضافة، وطبعا الشكر موصول لوزارة الإعلام على دعمها الدائم للمرأة الكويتية سواء في الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب. أكيد هذا واجبنا. وفي البداية نبي نتعرف على مبادرة تقدرين، ماذا تعني هذه المبادرة؟ طبعا تقدرين معناتها القوة والإصرار والعزيمة والتحدي والمثابرة. أنت تقدرين، أنا أقدر، كلنا نقدر مهما كانت ظروفنا ومهما كانت إمكانياتنا، تراش بتقدرين. حلو، هذا الموسم الثالث تقريبا لهذه المبادرة، نبي نتعرف يعني أو نعرف أكثر عن فائدة هذه المبادرة بالتحديد للمجتمع. طبعا هذه المبادرة عبارة عن برنامج تدريبي تضم العديد من الدورات التدريبية وورش عمل في مجالات مختلفة. نعم. طبعا فكرة هذه المبادرة تقوم على دعم المرأة ومساعدتها على اكتشاف ذاتها وتطوير إمكانياتها لتحقيق النجاح والتميز. أكيد لكل مشروع، لكل مبادرة في أهداف، سواء كانت هذه الأهداف قصيرة المدى أو أهداف بعيدة المدى. نبي نسلط الضوء أكثر على أهداف هذه المبادرة. طبعا نركز خاصة تركيزنا على المرأة، على المرأة بشكل عام يعني، وطبعا ركزنا على الصحة النفسية للمرأة. نعم، الفئة المستهدفة نقدر نقول احنا عرفنا انها هي للمرأة، ولكن هل هناك فئة معينة من المرأة هي الفئة المستهدفة؟ لا، هي الفئة المستهدفة هم حديثين التخرج من الطلبة الثانوية او الطالبات في المعاهد والكليات وكذلك الموظفة. حلو، بالنسبة حق البرامج التدريبية في هذه المبادرة، يعني لو نبي نتكلم شوي أكثر عنها. طبعا كل هذه البرامج التدريبية احنا بلشنا من أسبوع اللي طاف، بلشنا مع أستاذة كاتيا بير، تكلمت عن الشخصية القوية وعن مقومات النجاح، وبعدها أستاذة مها الخطير تكلمت عن موضوع الوعي. وهالاسبوع ان شاء الله راح تبلش معانا استاذه صاحبه المبادره نوره، المهندسه نوره الصالح، بتتكلم عن نقطه التحول، وهم استاذه اسراء العنزي بتتكلم ان شاء الله عن التحفيز. وفي الختام ان شاء الله بنركز على هم راح نتكلم عن الوعي، أصحاب الوعي العالي. وفي الختام ختامه راح تكون مسك إن شاء الله، راح نتكلم عن قانون الجرائم الإلكترونية. إي يعني تحديدا الجرائم الإلكترونية، يعني في أحد البرامج كان خاص أو راح يكون في يعني هذا المحور اللي هو الجرائم الإلكترونية، وإحنا كلنا نعرف أن الجرائم الإلكترونية أصبحت سلاح ذو حدين، أو يعني صح. الإلكترونيات في حياتنا أصبحت الآن، أو وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نقول أنه سلاح ذو حدين، التكنولوجيا، تطور التكنولوجيا. طيب بالنسبة لهذا المحور، يعني شنو راح يرتكز هذا البرنامج عليه؟ طبعا مثل ما ركزنا على الوعي بالذات، يعني عندنا محاضرة تتكلم عن الوعي، هم بنركز على الوعي بالقانون، لأن الوعي بالقانون واحترامه هو مطلب أساسي لبناء مجتمع صحي يسود فيه الأمن والاستقرار. من هذا المنطلق ركزت على قانون جرائم الإلكترونية، لأنه هو جرائم في الآونة الأخيرة زاد استخدامه، وخاصة في فترة جائحة كورونا زادت عندنا الجرائم الإلكترونية وقلت عندنا الجرائم التقليدية، لأن صار كل تركيزنا على قانون الجرائم الإلكترونية. طبعا في هذا البرنامج بنقدم دورة، بقدم ورشة عمل، من خلالها راح نعرف نفرق بين المجرم المعلوماتي والمجرم التقليدي، ومدى خطورة المجرم المعلوماتي، وكذلك هم راح أتكلم عن أساليب وعن مدى خطورة هذه الجرائم، وكذلك راح أركز على بعض وأبرز الجرائم الإلكترونية، ولازم نفرق متى يكون
لازم نعرف جرم؟ يعني لازم نفرق إذا كان في جرم مثلا بالذات لازم نفرق متى لازم نركز على موضوع متى يكون النقد النقد البناء جريمة يعاقب عليها القانون ومتى كذلك متى يكون الشخص مجني عليه في الجريمة ومتى يكون هو المجرم الرئيسي في الجريمة. هل الطفل معني في هذا الموضوع يعني طبعاً في الطفل هذا البرنامج؟ طبعاً الطفل القانون الجرائم الإلكترونية تكلم في أحد المواد خاصة في الابتزاز الإلكتروني وهم قانون الطفل في الباب التاسع تكلم عن المعاملات الجزائية المعتدي على الطفل خاصة في المادة 87 والمادة 88 ركز على موضوع أن حظر النشر النشر والتداول بعض المصنفات سواء كانت المرئية أو المسموعة تحرض الطفل في تحرض الطفل على الانحراف وكذلك الاستقلال الجنسي وهم في بعض اللوائح أو نقول في بعض الضوابط في استخدام التواصل الاجتماعي للطفل. يعني احنا بكذي تقريبا وصلنا معك للختام اذا حابه تقولين كلمه اخيره تفضلي. طبعا كلمه الاخيره هم في الختام احب اشكركم وطبعا اشكر هم صاحبه المبادره اصحاب المبادره على تركيزه على المراه الكويتيه تستحق ايوه تستحق بجداره. نعم وبس كل توفيق والنجاح وما في داعي وبالاخير ما في شيء مستحيل اكيد كل الشكر لك يعطيك الف عافيه على قبولك هذه الدعوه اكيد مستمرين معاكم مشاهدينا وباقي فقرات برنامج مساء الخير يا كويت. تطبيق سهل واخر مستجدات الخدمات الالكترونيه التي تقدمها الهيئات والجهات الحكوميه يقدمها لنا الزميل يوسف كاظم. تحت رعاية وتنظيم نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين وبمشاركة متنوعة من فرسان الإرادة من ذوي الإعاقة أقيم معرض أجيال للفن التشكيلي واللي يهدف إلى دعم الفنانين الشباب وإبراز مواهبهم. خلينا نتابع معكم هذا التقرير. والله لو أقول لك يمكن ما تصدق أنا عندي فرحة يعني داخل صدري ما هي طبيعية لما أشوف هالتجمع وهالتعاون وخلنا نقول الدعم من إخواننا وخواتنا اللي يجون للكافيه لشبابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه هي الرسالة وهذا حلمي إذا بقول وهذه أمنيتي إني أشوف فعلا الشباب قاعد يندمجون مع المجتمع وقاعد يعطون وقاعد يبينون للمجتمع إن فعلا هم قادرين والحمد لله رب العالمين. أنا اليوم جدا مستانس فيهم اليوم سعيد جدا جدا جدا. هذه مو أول فعالية ولا آخر فعالية. الفعاليات اللي أكثر الجاية إن شاء الله راح تشوفون شيء طيب وشيء يسر القلب إن شاء الله. أصلا هذه مشاركة إنسانية خصوصا إن فيها أطفال وفيها أطفال من الداون فيعني إنك تتبنى طفل شيء وايد حلو بالعكس شيء كبير أصلا خصوصا إذا كان من أطفال الداون تدري يعني عندهم هم حالات خاصة ويحتاجون يعني يحتاجون أحد يراعي حالتهم أكيد عندهم يعني هم مخ نظيفة أكيد عندهم ليفل معين لازم شوي تطوره تنميه وما تشوفوا روحات مختلفة كل طفل رسم بطريقة أو كل صبي وصبية رسمت بطريقة مختلفة الألوان مختلفة بس كلهم في فرح كلهم فيهم حب كلهم فيهم جمال وانا الليالي كثير سعيد انه عم شوف الاهل قديش مبسوطين قديش السعاده على وجوههم انه شوفوا باولادهم اللي عمرهم 7 سنين او 12 سنه شايفين حالهم واقفين قدام الكاميرا عم يحكوا يقولوا هيدا شغلنا. اللوحه مسويها كنت
شريتها كنت بجرب عشان أرسم الطبيعة، فرسمت هذه عشان أسوي يعني رسم الطبيعة، فعجبتني هذه كان أسوي الثانية عجبتني كان أسوي هذي كلهم، واسم الرسمة الشجرة الفصول الأربعة. لوحة اسمها القمة العالية، معنى اللوحة أن تمشي خطوة خطوة ترتفع خطوة خطوة لين توصل لهدفك. من ضمن الخدمات اللي أطلقتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي خدمة إصدار شهادة لمن يملك الأمر عبر تطبيق سهل حكومي، وهذه الشهادة هي شهادة عامة دون توجيه، بإمكان المواطن تقديمها لبنك الائتمان الكويتي ولبلدية الكويت. مساكم الله بالخير ومساء الخير يا كويت. راح نكون معاكم إن شاء الله في كل أسبوع من خلال رسالة واتصال مع أحد المسؤولين في الجهات الحكومية حتى نتحدث أكثر وأكثر عن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، وهذا التعاون الجميل بين التطبيق ومجلس الوزراء الموقر وكذلك وزارة الإعلام يتمثل بحملة إعلامية نسعى من خلالها أن نشجع الناس ونزيد مستوى الوعي فيما يتعلق باستخدام التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. اليوم مثل ما شايفين في الشاشة راح تلقون في الزاوية السفلى موجود هناك رمز الكيو آر الخاص بتطبيق سهل وتحميله من خلال الأب ستور أو من خلال جوجل بلاي ستور، وبالتالي بإمكانكم تستفيدون من الخدمات الإلكترونية الحكومية الموجودة داخل التطبيق. اليوم عندنا 22 جهة حكومية تطرح خدماتها وتقدمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء من مستخدمين التطبيق مباشرة وإلكترونيا بين يدكم من خلال هواتفكم الذكية. اليوم راح نتكلم عن واحدة من المؤسسات والهيئات الحكومية المهمة، وهي المؤسسة العامة للرعاية السكنية. هذه المؤسسة اللي تهتم بتقديم خدماتها للمواطنين اللي يحتاجون العديد من الخدمات بإنجازها من خلال تواجدهم عن بعد، وربما أتت جائحة كورونا من أجل تسريع قيام وتنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيا دون الحاجة لزيارة مقر المؤسسة أو فروعها. اليوم راح يكون معنا اتصال مع الأستاذ عمر ويح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونائب المدير العام لشؤون العلاقات والتطوير في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. أخوي عمر ويح مساك الله بالخير. يا حياك الله أخوي أبو مشعل، يعطيك العافية ومشكور على هذه الاستضافة. حياك الله عمر. احنا دائما لما نتكلم عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية نعلم بأنها هي واحدة من الجهات المهمة اللي يبحث الناس عن طلب خدماتها من خلال وجودها أونلاين عبر تطبيق سهل الإلكتروني الحكومي. في البداية حدثنا عن طبيعة الخدمات الإسكانية الموجودة داخل تطبيق سهل من خلال مؤسسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية. بداية أنا أحب أتشكر منكم إتاحة الفرصة لنا للحديث عن هذا الإنجاز. الأمانة اليوم نفخر بالمؤسسة كوننا أولى الجهات التي شاركت في هذا التحول الرقمي، وتعتبر من أكثر الجهات مشاركة من حيث الخدمات المتوفرة بالتطبيق. ولله الحمد وصل عدد الخدمات الإسكانية اللي أتحناها في التطبيق 18 خدمة إسكانية. نعم، يمكن اليوم هذه الخدمات لها إقبال كبير من قبل الناس خاصة المواطنين مستحقين رعاية سكنية، من عملية بدل الأجار، توثيق القسائم، وكذلك يمكن اليوم واحدة من الشغلات المهمة والجميلة اللي أتاحتها المؤسسة هو التقديم على أوامر البناء بالنسبة لمنطقة خيطان الجنوبي وكذلك منطقة المطلع. عمر بشكل عام شنو أبرز الخدمات الموجودة بالتطبيق لمستخدمي التطبيق من أشخاص والمواطنين اللي يرغبون باستخدام خدمات المؤسسة؟ أمانة أخوي بمشعل جميع الخدمات تعتبر مهمة طالما أن فيها تسهيل للمواطن، والخدمات اللي وفرناها بالتطبيق هي فتح طلب إسكاني مع بدل إيجار هو بدون بدل إيجار، بالإضافة إلى طلب إيصال التيار الكهربائي وطلب توثيق القسائم وطلب توثيق البيوت، بالإضافة للعديد من الخدمات. لكن مثل ما تفضلت من أهم هذه الخدمات التي تم إضافتها مؤخرا والاستفاد منها أكثر من 10,000 مواطن هي خدمة شهادات أوامر البناء لمشروعي المطلع وخيطان الجنوبي، بحيث
أن المواطن أصبح يستطيع تقديم المعاملة من خلال هذا التطبيق وتوصل له الشهادة والمخطط معتمدين من خلال الإشعارات الموجودة بالتطبيق. وأحب أنوه أن هذه الشهادة هي نفس الشهادة اللي كانت موجهة في السابق لبلدية الكويت وبنك الائتمان. نعم، بالتالي اليوم توصل الشهادة هذه رقمية على الهاتف الذكي للمواطن اللي يبي يطلب أمر البناء، راح يلقاها في الإشعارات الخانة اللي عليها علامة الجرس، راح يوصلك إشعار من خلال يعني المؤسسة العامة رعاية سكنية، بإمكانك تنزل أو تطبع ويكون موجود عندك هذا الأمر البناء، والكروكي كذلك موجود، وإن شاء الله منزل مبارك مقدما. عمر رويح نائب المدير لشؤون العلاقات والتطوير في المؤسسة العامة رعاية سكنية والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة، كم بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الموجودة بالتطبيق والخاصة بالمؤسسة من بداية السنة، خلينا نقول عام 2022 إلى اليوم؟ لله الحمد بلغ عدد المستفيدين اللي استفادوا من الخدمات الإسكانية الموجودة بالتطبيق من بداية العام حتى يعني نقول اليوم ما يقارب 60,000 مستفيد، ما يعني تم توفير عناء 60,000 مواطن والاستفادة من الخدمات دون الحضور للمؤسسة، مما يعني أن وفرنا كذلك 60,000 زيارة و 60,000 ورقة كنا راح نطبعها من خلال الدورة المستندية. أكيد أكيد، وهذا يمكن هو الهدف المهم اللي من خلاله يعني أتت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويمكن جهودكم يعني للأمانة مشكورة للغاية بأنكم أطلقتوا حملة توعوية سميتوها من مكانك، كلمنا عن هذه الحملة. من بداية الإعلان عن تطبيق سهل الحكومي أطلقنا بالمؤسسة حملة إعلامية تحت شعار من مكانك، وكان الهدف من هذه الحملة تعريف المواطنين بالخدمات الموجودة بالتطبيق وطريقة الاستفادة منها، وسميناها من مكانك لأن كنا بنوصل رسالة للمواطن أنه بإمكانك الاستفادة من جميع هذه الخدمات حتى وإن كنت خارج البلاد وإن كنت بأي مكان تقدر تستفيد من هذه الخدمات. وهذه الحملة تم تقسيمها على مراحل، أمانة بداية خصصنا جناح ثابت بمبنى المؤسسة لتوجيه وتعريف المواطنين بالخدمات، بالإضافة إلى توفير جناح في المجمعات التجارية ومقار الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تم نشر فلاشات توعوية وتعريفية في حساباتنا لشرح آلية الاستخدام والاستفادة من هذه الخدمات. نعم عمر ويح، يمكن أبرز التعاملات اللي تحدث وتتم بينكم وبين بقية الجهات المتعلقة بطبيعة المعاملات الإسكانية، أكيد هناك في تعاون بينكم بين جهات أخرى حكومية تتعلق بالتسهيل على المواطنين، عشان فعلا لما نقول تطبيق سهل يسهل على المواطنين أكيد هناك في تعاون بينكم وبين الجهات الأخرى الحكومية ذات الصلة. والله للأمانة جميع الجهات اللي لها صلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية متعاونة جدا من خلال يعني استقبال هذه المعاملات والطلبات من خلال وزارة العدل وبلدية الكويت وبنك الائتمان والعديد من الجهات اللي أمانة بيننا وبينهم ربط وميكنة من خلال توفير المستندات اللي نحتاجها لجميع المواطنين. نعم، اليوم عندنا جملة من الخدمات الحكومية الإسكانية اللي تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لكن أكيد الناس يسألون من خلال برنامج مساء الخير يا كويت، نبي نعرف شنو الخدمات القادمة بإذن الله عمر. والله هذا الإعلان حصري اليوم لبرنامجكم بإذن الله، خلال الأيام القادمة سيتم إضافة خدمة وميزة جديدة في التطبيق اللي هي خدمة التخصيص على مشروع أو منطقة إسكانية اللي ما راح تتطلب الحضور للمؤسسة، وهذه يعني حاليا احنا نقوم بتوزيع مشروعين اللي هو مشروع جنوب سعد العبد الله ومشروع صباح، وإمكان الراغبين في التخصيص التقديم على المشاريع من خلال التطبيق سهل الحكومي. وما راح يوقف الأمر عند هذه الخدمة، إن شاء الله المؤسسة يعني تقوم تعمل على قدم وساق بإضافة جميع الخدمات الإسكانية إن شاء الله عبر هذا التطبيق. نعم أبو محمد، يمكن أنت رجل علاقات عامة ورجل يعني وجدت في هذا المكان وأنت تعلم طبيعة التعاون مع الجمهور، وأنت تشوف الناس اللي تدخل للمؤسسة وتخلص شغلها من عند الباب، وفي ناس يخلصونها من مكانهم وهم بالبيت من خلال تطبيق سهل، شلون شايفين تقبل الجمهور والناس والمجتمع الكويتي حق هذه الخدمات الإلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ والله للأمانة أكبر دليل على تقبل الناس هي عدد الاستفادة أو عدد المستفيدين 60,000 مقارنة في العام لا شيء يذكر، أمانة عدد كبير يعني قرابة 10,000 مواطن يستفيد شهريا من هذه الخدمات، بالتالي هناك الحملة أتت ثمارها، أصبح التحول إن شاء الله بشكل كبير لدى المؤسسة، وإن شاء الله نطمح بأن يكون بشكل كامل وأكبر على الأيام القادمة القليلة إن شاء الله.
شاء الله. قواكم الله. إذا كان هناك كلمة يحب يوجهها يعني عمر لكل من يسمعنا اليوم سواء داخل المؤسسة برا المؤسسة للمواطنين وللجهات الحكومية ماذا تقول؟ والله ختاما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك في هذه الحملة وقدم الدعم لنا لنجاح هذه المبادرة الجميلة، وشكر خاص أمانة لموظفين نظم المعلومات بالمؤسسة اللي قاعد يواصلون الليل والنهار لمكانة جميع الخدمات، وشكر لجميع العاملين والقياديين بالمؤسسة اللي قاعد يعملون لمصلحة المواطن ومصلحة هذا التطبيق والتسهيل على المواطنين. نعم شكرا جزيلا عمر محمد الرويح نائب المدير لشؤون العلاقات والتطوير بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة على هذه المداخلة وهذه المعلومات. يا جماعة في كل أسبوع راح نحاول نسلط الضوء أكثر وأكثر على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل لنعرفكم أكثر بالخدمات المطروحة والمتواجدة داخل التطبيق. اليوم نتكلم عن أكثر من 220 خدمة إلكترونية متاحة أمامكم من خلال تطبيق سهل، وإمكانكم للي ما نزل التطبيق إن نزل التطبيق بمجرد أن يفتح الكاميرا كاميرا التليفون ويصور الباركود أو الكيو آر كود الموجود أسفل الشاشة، وبإمكانك تستمتع بالخدمات الإلكترونية من مكانك وتنفذ معاملاتك الحكومية من خلال تطبيق سهل. من هنا نبدأ باستقبال معاملاتكم عبر تطبيق سهل بكوادر وطنية، ونتأكد من رفع جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح من قبل المراجع وإرسالها للإدارات المختصة لتنفيذها. بصمات كويتية قد تكون صغيرة بالعمر ولكنها أكيد كبيرة بالإنجاز. تقريرنا الجاي راح يكون عن أبطال الكويت الحاصلات على المركز الأول في أولمبياد الوطن العربي للذكاء الصناعي عن مشروع مستعمرة الكويت الذكية على سطح القمر. خلونا نشوف هذا التقرير. البداية كانت مشاركتنا في مجال الأنظمة المدمجة في هذا الأولمبياد اللي تحتوي على أكثر من 5 مجالات، منها كان الرياضيات والخوارزميات وأيضاً البرمجة والأمن السيبراني وفئة المشاريع اللي احنا دشينا فيها عن مشروع مستعمرة ذكية على سطح القمر، وهي مستعمرة كاملة تشتغل عن طريق التحكم عن بعد في تقنية إنترنت الأشياء عن طريق الأقمار الصناعية أو المحطات الأرضية. بالنسبة لحق المشروع خذ منا تقريبا 7 شهور كتحضير البحث العلمي والمعلومات، وكتنفيذ تقريبا خذ 5 أيام 6 أيام. في البداية أحد الجهات الداعمة لنا والحاضنة للطاقات الشبابية اللي هو مشروع وادي الشباب التابع للهيئة العامة للشباب، وإحنا أعضاء في فريق بلوتك واللي هو الفريق الأول التابع للهيئة اللي شاركنا في هذه البطولة وحققنا المركز الأول، والحمد لله يعني هذا رابع إنجاز لنا خلال السنة مع هذا المشروع، مستمرين إن شاء الله. وأيضا مدربنا مدرب الفريق أستاذ محمد الضفيري ما قصر معنا، وهو كان المسؤول والمشرف معنا في هذه المسابقة، وأيضا المشرفين والمدربين كلهم في وادي الشباب، ويعني لهم كل الشكر والتقدير. شاركنا في مؤتمر مستقبلنا الفضاء اللي كان في دبي حضوريا، فبحثنا وقرينا وايد كتب قبل نسوي المشروع، وقبل أسبوع حق تحضير المشروع أعطانا وايد أفكار حق المشروع وساعدنا بالتنفيذ حق المشروع وسوينا المشروع كامل. في البداية وقت إعلان النتائج من خلال يوم التحكيم أيضاً والتتويج ما كنا متوقعين أن احنا نحصل على المركز الأول، وذلك لوجود منافسين معانا من الكليات والجامعات، خصوصاً أن احنا طلبة ثانوي للحين، ولكن الحمد لله قدرنا أن احنا نحقق المركز الأول بالرغم أن احنا الفريق الوحيد اللي كنا مشاركين أونلاين، ولكن لعلها خيرة وقدرنا أن احنا نحقق هذا المركز، وأكيد القادم أفضل. حاب أشكر هيئة شباب اللي أعطونا هالمكان اللي هو مركز شباب القصور، اشتغلنا فيه تقريباً 7 شهور من تحضير حق البطولة لليوم، وعطونا العدة كلها الإيبوت وغيرها من الاحتياجات حق المشروع. بالنهاية حابين أن احنا نهدي هذا الفوز حق شعب الكويت كله وحق مدربينا وأهلنا أكيد يعني بالدرجة الأولى، وأيضاً حابين نوجه جزيل الشكر والعرفان للهيئة العامة للشباب على تقديمهم المساعدة لنا بتوفير المكان اللي هو وادي الشباب، وأن احنا استخدمنا كافة الأغراض والأدوات في تنفيذ المشروع،
وأيضا لكافة المدربين في مشروع وادي الشباب المتطوعين وأيضا المتدربين، وكل شخص ساندنا ودعمنا يعني سواء كان ماديا معنويا أو حتى أي شخص تواصل معنا وبارك لنا بمناسبة هذا الإنجاز، وإن شاء الله القادم يكون أفضل. كذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم بحفظ الله ورعايته ونقول لكم في أمان الله. شكرا لكم ومع السلامة.